ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب فرحام والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له يا عند الله إن المسيء قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا جاءوك للذنب يستغفرون الله. مهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المغادر
عليما إن الله وملائكته
اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله السندوق. الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان. الله عليه. مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صلى الله عليه. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. صلى الله عليه. قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم. وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي. صلى الله عليه. يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود. صلى الله عليه. ناجحك قاصرا ولو جاء ببذل المجهود ووصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاد رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى جلو لكم عرايس ماني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب
الرق إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب عليه. ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة، فإن نور المصون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء ويبدع الأرض والسماء انقله في هذه الليلة لبطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأظهره وأهل بيته تظهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أسلوبه بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، والليل دجى من وفرته. المدد المدد يا رسول Yeah.
وامتلأت السماوات وانوار وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأيناه قط، يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت كثير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. سلام عليك، يا
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمتي واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته، وأمدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا والمشايخين والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الليلة، وبالخصوص صاحب الحول بابا حجي جعفر صديق بن حجي زهر الدين وأصولهم وفروعهم، ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.